bullet in his fingers, three fingers. The bullet took his three fingers. And he said, have he had immediate treatment at that time, he won't lose his fingers. But at that time, he haven't opportunity for immediate treatment. That's why he lost his three fingers. والله أنا كنت معتلي مع شرفة أحد المنازل وعم بصور حالات انتهاك. يعني إحنا كنا مهمتنا إحنا كجروب إعلامي إحنا نصور الأماكن اللي بيصير فيها حالات انتهاكات إشي نوصله للإعلام عبر النت يعني عبر قنوات مثل الجزيرة العربية لأن هم اللي كانوا يوصلون الحق طبعا. أيوة إحنا بالبداية قلت لك إنه من كثر ظلم النظام والحقد اللي صار بقلوب بدنا يعني مش قادرين لا معنا سلاح ولا قادرين نهاجم ولا قادرين نقدم. إحنا جماعة كنا نطلع بأغصان الزيتون فقط لا غير وكنا نعطي شعارات الشعب يريد إسقاط النظام فقط لا غير. فبقى سلاحنا الوحيد كان هو الجوال. يعني هاي جوال كنت أمسك الجوال مثلا أنا هيك وأصور قبل ما إيدي تكون تروح إيدي وأنا يعني كنا نرسل الصور على طول للقنوات الخاصة الإعلامية بحيث إنه هي تساعدنا بكشف النظام الغاشم. تمام. وأنا عم بصور يعني عم بصور شفت القناصة عم معتلين الموسك المساجد فجأة خفت أنا تيجي الرصاصة تبعت القناص اللي موجود على رأسي فبقى أنزلت رأسي وكنت محتفظ إني لازم أصور المقطع اللي كنت أنا فيه لأنه مقطع مهم. دخلت لبيت أحد الأشخاص من الشرفة نظرت لحد بيت أحد الأشخاص وعم براقب الأمن كيف عم بيقتحموا وبيدخلوا ضربوا أبوه ضربوا أمه الشخص اسمه جهاد. يوم دخلوا عليه قالوا لهم بدنا جهاد. جهاد لسوء حظه مختبئ بالخزان تبع الماء. أهله لجهاد صاروا جوا ضربوهم الأمن قالوا لهم بده جهاد. جهاد كان المساعد تبعنا بموضوع النت يأخذ مننا الأفلام ويبعثهم للقنوات الإعلامية والنت. And then when they caught Jihad, the father and the mother of Jihad told the policeman, okay, you want Jihad, this is Jihad, please don't touch our daughters. أيوة رغم هالإشي هذا دخلوا وقال لهم أنتوا وعدتوني إنه بس تأخذوا جهاد. أخذوا أبوه لجهاد وأمه وهذا وقدامهم اختصوا خواته قدامهم. كم واحدة؟ خواته ثنتين كان الموجودة الطفلة عمرها 14 سنة والثانية عمرها 20 سنة لسوء حظها إنه متجوزة وراحت دخلت لعندهم جاي لعندهم زيارة تختبئ على أساس عندهم وصار اللي صار. للساحة تبعت البيت ووضعوهم كلياتهم وأخذوا ابنهم واعتقلوا ورجعوا ضربوهم قبل ما يطلعوا على رجعوا ضربوهم بعد الاغتصاب وبعدها ضربوهم ومشوا عليهم ستفوا النساء على هاي. هذا الموضوع أنا تأكدت منه وما صورته لأنه كانت لحظة الهاي كانت إصابة إيدي. جهاد بالمعتقل جهاد موجود الحين لحد الآن بالمعتقل عندهم ولغاية الآن ما طلعش. هو مسجون اللي يعني سألنا عنه قال في سجن اسمه سجن صيدناية ومحكوم عليه بالإعدام الميداني. What make it worse also that when somebody get injured like or wounded like his case and he couldn't found any assistant neither from Red Cross or Red Crescent or UN or field hospitals.